رجعنا مع حضراتكم مره تانية وبنرحب بيك مره تانية يا استاذ طارق، منورنا في البيت الكبير. ويمكن كان في سؤال اتطرح قبل التقرير، والتقرير كمان بيدينا باب تاني عشان نخش منه نعرف من حضرتك. الاهتمام ما كانش بس بكره القدم، واضح جدا كان الاهتمام بلعبات كتيره جدا جدا على مستوى كل الالعاب الرياضيه في النادي الاهلي، وشفنا نجاحات فيها. وكنا بنتكلم مع حضرتك ان ميزانيه النادي الاهلي اجمالي ميزانيه النادي الاهلي تعدى ل 2 مليار جنيه. فتوزيع هذه الميزانيه على الالعاب ازاي، وازاي زي ما حضرتك قلت نزود من الانفستمنت بتاعنا، والناس بتفتكر ده النادي الاهلي عنده ميزانيه 2 مليار وبالتالي ممكن اللعيب يجي يطلب لنا انا عايز 20 30 مليون في السنه. فبرضه حضرتك تشرح لنا يعني ايه وصول ميزانيه النادي الاهلي لرقم 2 مليار جنيه. لا بص حضرتك، هو بعيد عن الرقم اللي هي وصول الميزانيه، يعني ما هو طبعا يعني فنيا ومحاسبيا ومش معناها مجموع الميزانيه 2 مليار او خلافه ان كده يبقى انت عندك كفائض، لا الفائض مختلف. يعني دي الميزانيه دي اصول، فيها اصول النادي، ده مجموع اصوله بيقابلها التزامات عليك. يعني مش فلوس كاش موجوده. انما ضخامه الميزانيه دي في حد ذاتها، ضخامه الرقم يديك انديكيشن على كبر الفاليو بالظبط، الفاليو المؤسسه وكم الشغل اللي بيحصل جوه المؤسسه. عشان كده اسالك السؤال بطريقه ثانيه. يعني الطفره الانشائيه الملاحظه جدا او اللافته للنظر على مستوى الثلاث فروع، وايضا التطور النهارده اللي حاصل على المستوى الرياضي او النشاط الرياضي والتدعيمات اللي بيقوم بها دلوقتي النادي الاهلي، بيقول ان حجم الميزانيه حدث ولا حرج، صح ولا لا؟ ما هو حجم الميزانيه من ناحيه ايه؟ ما هو في انفاق وفي ايراد بيخش. اكيد في ايراد اللي هو سواء من الرعايه او البث، وفي الايراد الجامد جدا اللي هو التقليدي اللي هو الاشتراكات. يعني والحمد لله اتعمل يعني مجهود جبار من المجلس، وانا اشرف انها في لجنه العضويه مع الاستاذ ابراهيم كفراوي. يعني احنا عاملين حوالي من يوم ما دخلنا المجلس 153 لجنه عضويه تقريبا. يعني 153 لجنه تقليد اللي هو ايه؟ لا لجنه عضويه. لجنه عضويه لان احنا بنعمل لجان عضويه عشان برضو عشان حد ينتسب لعائله النادي الاهلي لازم الاول يتعمل له مقابله شخصيه. وبيبقى لينا مجموعه طلبات اللي هي تتوافق مع شخصيه النادي الاهلي. فاحنا عملنا من يوم ما جينا حوالي 153 تقريبا لجنه عضويه. الكلام ده على مستوى الاشتراكات اللي حصلت في النادي الاهلي كاشتراك عضوي عامله كلها في المقر وفرع ومدينه نصر والشيخ زايد والقاهره الجديده اللي هيتفتح بعد كده في التجمع ان شاء الله. كان في ده جزء، وفي جزء الشيخ زايد وفي جزء مدينه نصر. حضرتك عارف طبعا احنا حته انك ليك ماكسيمم دايما في قبول العضويات. احنا بنيجي وقت الجمعيه العموميه بنطلب من الجمعيه العموميه توافق لنا على كذا، توافق على مثلا 2000 عضويه في فرع الشيخ زايد، ده اقصى حاجه توصل لها. في الجزيره كذا، اللي هو الجزيره دي يعني في النادي بيسموها ايه اللي هي الاضواء العامله الكامله بيسموها الجزيره. في القاهره الجديده كذا، احنا حاليا اشتراك في النادي الاضواء العامله الكامله 500,000، فرع الشيخ زايد 175,000، فرع القاهره الجديده 200,000، وده على فكره اسعار يعني رخيصه جدا بالنسبه لحجم وكم انشاءات النادي الاهلي وكم الحاجات اللي معموله جوه النادي. احنا كنا خدنا قرار من المجلس واعتمد من الجمعيه العموميه ان احنا نعلي الاشتراكات انها تبقى 750,000 ومدينه نصر والشيخ زايد 250 والقاهره الجديده 250. بس لظروف الكورونا يعني بعتنا للجهه الاداريه وتمت الموافقه على تاجيل المقترح اللي هو تزويد الزياده، وهيقعد النظر فيه اخر يعني الشهرين الجايين يعني في اخر السنه. تمام. انا قيمه النادي الاهلي اكبر من المبالغ دي بكتير. طبعا الفاليو، بس الفاليو نفسه بيتقبل. وفي نفس الوقت في ظل الكلام ده والمجهود اللي بيحصل، وبشكر اداره الاشتراكات والاداره التنفيذيه على المجهود غير الطبيعي اللي بيعملوه، كبير جدا طبعا. يعني مجموعه على راسهم في مدام عزه حلمي وفي استاذ محمد رمضان، استاذه رندا، يعني اود يعني اقول كل اسماء العاملين للامانه. يعني الناس دي بتبذل مجهود غير طبيعي. نتاج الشغل بتاع الاشتراكات والادويات من يوم ما جينا مثلا مدخل يفوق المليار.